بين الأمس وبين اليوم كمان وخلال 12 سنة من الحرب الإرهابية على سوريا كان عدد الشهداء كتير كبير، وكان في قصص كتير أثرت بالنفوس وأثرت بذاكرتنا ورح تبقى عايشة بذاكرتنا. واليوم دائما بدنا نترحم على أرواح شهدائنا يلي ضحوا بأرواحهم وضحوا بأغلى شيء بملكوه كرمال تراب هذا الوطن كرمال سوريا تبقى بكرامتها وعزتها. أكيد يعني، واليوم رشا بهذا اليوم العظيم بهذا اليوم الاستثنائي العيد الوطني لابد أنه نحتفي أكثر ونستذكر بطولات جيشنا وبطولات أيضا شهدائنا، نحكي عن قيم الشهادة وعظمة الشهداء. كثير من المواضيع رح نحكيها اليوم مشاهدينا مع ضيوفنا يلي صاروا ضمن الاستديو، سيادة العقيد الركن علوة عارف العلي رئيس قسم التوجيه السياسي في إدارة القضاء العسكري، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. وسيادة المقدم وجيه عباس رئيس قسم التوجيه بمديرية شؤون الشهداء، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتكم، نورتوا صباحنا بهذا اليوم العظيم. يعني سيادة العقيد، وقت منقول الشهادة نحن اليوم عم نحكي عن مفهوم إنساني، مفهوم يعني أسمى معاني الإنسانية بالوجود. خلينا من خلال تواجد حضرتك معنا اليوم نحكي عن مفهوم الشهادة وأهميتها ببناء الأوطان. بداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الآمنة لمخطوفينا هؤلاء الأبطال الشجعان الذين صدقوا مع عهد الله عليه وما بدلوا تبديلا. تحية لجميع أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين الذين قدموا أبنائهم قرابين لهذه الأرض الطاهرة. تحية إلى من أصدر المرسوم التشريعي بتسمية هذا اليوم بعيد الشهداء، وهو القائد المؤسس رحمه الله وطيب ثراه. تحية لجميع زملائنا في الجيش والقوات المسلحة الذين يوصلون ليلهم بنهارهم ويحرسون حدود الوطن بعيونهم لا تنام، وتحية عهد ووفاء لراعي الشهادة والشهداء السيد الرئيس الفريق بشار الأسد الذي صمد وصبر وانتصر. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الأغر، عيد الشهداء الذي نحتفل به، هذا اليوم يكتنس في طياته الكثير من المعاني والكثير من الدلالات ومن القيم الوطنية والقومية والأخلاقية. هذا اليوم يحمل في طياته الكثير من وقفات الشرف والعزة والفخار والكبرياء، ويحمل كثير من قصص المجد وحكايا البطولات لرجال ميامين، رجال أبطال. هؤلاء الرجال هم أبناء الوطن، هم جبلوا من تراب هذا الوطن مع كل سنبلة قمح معطاءة، مع كل وردة حمراء هذه الوردة تشربت من دمائهم الطاهرة، فأينعت وأسمرت دماءهم وأجسادهم وأرواحهم، أسمرت نصرا وأسمرت تحريرا وأسمرت أملا بغد مشرق واعد. هذا اليوم الذي نحتفل به حقيقة ليس هو فقط عيد للشهداء، هو عيد لكل الشعب، هو عيد لكل أسرة سورية، هو عيد الوطن، هو عيد الأمة، هو مناسبة وطنية وقومية. لأن اليوم كل أسرة في سوريا حقيقة فيها شهيد أو جريح أو مخطوف أو مقاتل في الجيش والقوات المسلحة هو مشروع شهادة إما اليوم أو غدا، وبالتالي كل الأسر السورية اليوم تفخر وتعتز بأنها قدمت شهيد أو جريح أو مخطوف لهذه الأرض الطاهرة، وتقول أبنائي جميعهم هم مشاريع شهادة. ونحن في أدبياتنا وتربياتنا تعلمنا أن لا نبكي شهداؤنا، نحن نخلد ذكراهم، نحن نربي الأجيال على نهجهم وعلى دربهم، نحن نودعهم بالورود، بالأهازيج، بالزهور، بالأغاني الوطنية، نودعهم بأعراس وطنية، عنوان هذه الأعراس لأجلك سوريا ترخص الدماء. نحن اليوم في كل يوم هو عيد للشهداء، لأننا كل يوم هناك مسيرة من كواكب الشهداء، لذلك نحن في كل يوم نستذكر شهداء السادس من أيار، نستذكر شهداء الاستقلال، في كل شارع، في كل حي، في كل قرية، في كل مدينة، في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة هناك صور للشهداء هي مشاعل من نور تنير الدروب. لذلك نحن نخلد شهداؤنا، لأن الشهادة بفكرنا وبتربيتنا هي خلود، هي عطاء بلا حدود، هي كرم لا يدانيه ولا يوازيه كرم، هي بذل لا ند ولا نظير له. والحقيقة من هو أكرم من الشهيد؟ من هو أنبل من الشهيد؟ من هو أكثر جود وسخاء؟ هذا الشهيد الذي ضحى بروحه، ضحى بجسده، ضحى بدمه لأجل غاية وهدف سامي، وهو هذا الوطن. والشهيد تجرد من الأنانية، تجرد من حب الذات، تجرد من حب الحياة، وضع يده وعلى أكفه وقدم نفسه
وروحه فداء لهذه الأرض. لذلك شهداؤنا هم خالدون. أيضا الشهادة بالنسبة لنا، تربينا وتعلمنا على أنها حياة، طبعا حياة، لأن الشهيد من لحظة مماته تبدأ حياته، لأنهم أحياء خالدون كما وعدهم عز وجل، وعدهم بأنهم أحياء يرزقون، وهم شفعاء لسبعين من أهلهم. لذلك الشهيد هو شفيعنا في السماء وشفيعنا في الأرض. بالأرض عندما يموت أو يستشهد هو بالحياة لأهله، لزويه، لأقاربه، لشعبه، لحياته. فالشهادة بالنسبة لنا هي حياة، حياة في الأرض وحياة في السماء. أيضا الشهادة هي بناء، هي بناء للأوطان، هي بناء للحضارة، هي بناء للتاريخ، هي بناء للثقافة. الأوطان الحية والأوطان الخالدة هي التي تخلد ذكرى شهدائها، هي التي تقدس الشهادة، هي التي ترعى شهداؤها. ولا يوجد وطن شامخ وأبي وصامد حتى نعم. الآن إلا وهناك كوكبة من الشهداء ضحت وارتقت حتى بقي هذا الوطن شامخ صحيح. وعزيز. في خلال هذه الحرب الإرهابية الكونية على سوريا لم يرفع علم عربي سوري إلا وكان هناك كوكبة من الشهداء والجرحى والمخطوفين ضحوا بأنفسهم حتى رفع هذا العلم. أيضا لم يعاد الأمن والأمان إلى أي منطقة في سوريا إلا وكان هناك كوكبة من الشهداء والجرحى والمخطوفين ضحوا بأرواحهم ليعود الأمن والأمان. وعندما يعود الأمن والأمان تعود الحياة، لأننا لا يمكن أن نبني أو نعمر أو نعلم أو نستمر في الحياة بوجود القتل والإرهاب والإجرام والذبح. لذلك نحن نحتاج إلى أمن وأمان، ولا أحد يعطينا هذا الأمن وهذا الأمان كالشهيد، الشهيد ورجال الجيش العربي السوري. لذلك شهداؤنا هم أحياء يرزقون، هم خالدون، هم بنات حقيقيون لهذا الوطن، هم بنات أكثر أهمية لهذا الوطن. لذلك الشهادة بالنسبة لدينا هي خلود وهي حياة وهي نعم. وهي بناء. والشهداء حقيقة هم أكرم وأشرف وأنبل من أحب الوطن وضحى من أجله، هم أشرف وأنبل وأطهر من أحب الشعب وضحى من أجله، وهم أشرف وأنبل من حمل القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والوطنية والقومية وارتقوا شهداء من أجل هذه القيم وهذه المعاني نعم. فكل التحية وكل الإجلال وكل الإكبار لكل أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى أيضا الشفاء العاجل لجرحانا وأيضا العودة الآمنة لمخطوفين إن شاء الله يا رب. بدنا ننتقل لعند حضرتك سيادة المقدم، تحكي لنا عن مديرية شؤون الشهداء، أيمتى تأسست وشو الخدمات يلي بتقدمها؟ أحدثت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة النافذ بتاريخ 29/9/2020، وتقوم بالإشراف على شؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من النواحي العلمية والتربوية والتعليمية، ومتابعة تحصيل حقوقهم المادية والمعنوية، وعلى المدارس الداخلية بنات وأبناء الشهداء. نعم سيادة العقيد، هيك نرجع لعندك شوي. بالسنوات الأخيرة وبالحرب الكونية على سوريا شهدنا دور المرأة كان جدا فعال، فكانت على جميع الجبهات، كانت الأم في البيت، كانت المعلمة، وكانت المقاتلة على الأرض يعني، وكانت الطبيبة على الجبهات، وكانت عند معظم النساء راحوا لما قدر يقاتل ويحمل السلاح راح لإحداث مطبخ ميداني. خلينا نحكي عن هي الفترة وعن دور المرأة. طبعا المرأة بشكل عام كانت وما زالت على مر العصور هي رمز الحب، هي رمز العطاء، هي رمز الأمومة، هي رمز لتجدد واستمرارية الحياة. فحتى نبني أوطان كاملة متكاملة لا يمكن أن نبنيها إن لم تكن المرأة حاضرة وفاعلة ومؤثرة ومتواجدة. والمرأة السورية حقيقة استطاعت أن تحجز لنفسها على مر العصور صفحات مشرفة من التاريخ. لحتى هذه اللحظة نحن نعتز ونفخر ونستذكر نساء سوريات كان لهم بصمة في التاريخ، مثلا جوليا دمنا الإمبراطورية الحمصية التي كانت في السياسة وفي الأدب، أيضا الملكة زنوبيا التي أسست
أسست جيش قوي وإمارة، نازك العابد، ماري عجمي، كثير من النساء. فالمرأة السورية كانت عظيمة وكانت قوية بعظمة سوريا، وكانت حضارية بحضارة سوريا، وكانت عريقة بعراقة سوريا. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن وجود المرأة ضمن الجيش والقوات المسلحة، حقيقة وجودها كتنظيم عسكري كان بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة بقيادة القائد المؤسس رحمه الله، بناء على طلب إحدى الفتيات في دورات القفز المظلي بأن يتم إدخال المرأة في الجيش. دخلت المرأة سنة 1981، لكن قبل هذه الفترة المرأة لم تكن غائبة ولم تكن مغيبة عن النضال وعن الدفاع وعن حماية بلدها وأرضها. المرأة خلال الاحتلال العثماني والاحتلال الفرنسي المرأة دافعت وقاومت وناضلت. نعم. هي حمت جبهتها الداخلية، حمت بيتها، حمت أسرتها، حمت عائلتها، هي علمت، ربت، كبرت، زرعت القيم الوطنية في أبنائها، علمتهم على حب الوطن، ومن ثم زجت بأبنائها وزجت بزوجها في ساحات القتال. عندما اشتد الظلم واشتد العدوان واشتدت أساليب الاستعمار الوحشية، المرأة خرجت من البيت وكسرت القيود والعادات والتقاليد، وكسرت القوالب الجامدة التي حاول المستعمر أن يكبل فيها المرأة، وكانت تساعد المقاتلين في جبهات القتال. فكانت تنقل لهم السلاح والعتاد، كانت تقدم لهم الطعام والشراب، كانت تساعد في إخلاء الشهداء والجرحى من أرض المعركة، تقدم العون الطبي للجرحى أيضا. في ظل فترة الاحتلال العثماني الاحتلال الفرنسي على سوريا، أيضا المرأة قاومت بعلمها، بثقافتها، بوجودها، حيث أنها شكلت منتديات نسائية وجمعيات استقطبت فيها النساء ودربت النساء وحرضتهم بأن يقوموا على هذا المستعمر ويقاوموا هذا المستعمر. أيضا شكلت فرق إنقاذ وفرق طوارئ، خرجت في مظاهرات، وأول مظاهرة خرجت ضد المستعمر الفرنسي هي كانت مظاهرة نسائية من خلال النساء في دار المعلمات. خرجنا بمظاهرة نسائية فعممت ثقافة المظاهرات وانتشرت المظاهرات بين الطلاب، وعمت المظاهرات أرجاء سوريا. فالمرأة في تلك الفترة قاومت وناضلت وكانت أسطورة بهذا النضال. أيضا في معركة ميسلوم، هذه المعركة العظيمة لوزير الحربية يوسف العظمة، كان هناك ضابط برتبة نقيب وهي أنثى، نازك العابد. نازك العابد لم تكن فقط كاتبة وأديبة ومفكرة، هي كانت أيضا مقاتلة، ارتدت بدلة عسكرية وقاومت وناضلت في ساحة القتال. في ظل مسيرة التطوير والتحديث، المرأة تبوأت مراكز عليا بالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. لكن خلال هذه الحرب بثورة 8 آذار طرح شعار الجيش للحرب والإعمار، فكان الجيش خلال هذه الفترة يحارب بيد ويعمر ويبني باليد الأخرى. فالمؤسسات الدولة العسكرية مثل المؤسسة الاجتماعية العسكرية، الإسكان العسكري، الأشغال العسكري، كل هذه الإدارات كانت حاضرة وموجودة وبقيت تعمل رغم كل الضغوط ورغم كل الحصار الاقتصادي. وكانت المقاتلة العربية السورية متواجدة في كل هذه الإدارات وشاركت في عملية البناء وشاركت في عملية الإنتاج. أما في المقلب الآخر وهو في الميدان، كانت المرأة متواجدة في الميدان جنبا إلى جنب مع زملائها المقاتلين بمواجهة الجماعات الإرهابية، وكثير منهم أصيبت واستشهدت. وشاهدناهم على الدبابة يحملون القناصة، الرشاش طبعا. وهذا كله نتيجة أننا في الكلية العسكرية للبنات نتلقى التدريبات الكاملة والتأهيل العسكري الكامل، نتلقى نفس التدريب الذي يتلقاه المقاتل في الكليات العسكرية، وبالتالي كانت المقاتلة جاهزة للانخراط في الأعمال الميدانية. فانخرطنا عن طريق كتيبة المغاوير، ورغم هذه الظروف الصعبة التي كانت في سوريا والتي كانت دائما بأي معركة يكون المستهدف هي المرأة، لكن كان هناك أقبال كبير من كل الفتيات السوريات بالانضمام إلى هذه الكتيبة وحمل السلاح ومشاركة الزملاء في ساحات المعركة. والحقيقة أننا جاهزون في أي لحظة لتنفيذ أي عمل يطلب منا من قبل القيادة، سواء كان هذا العمل ميداني أو في مؤسسات الدولة. ولكن ونحن في حضرة الشهداء
لا نستطيع إلا أن نستذكر ونتحدث عن أمهات الشهداء، لأنه في هذه الحرب كانت الأم الشهيد هي الأم العظيمة، هي الأم التي علمتنا الصبر وعلمتنا الصمود وعلمتنا الثبات. فعندما كنا نذهب لتقديم العزاء لهم، هم كانوا يقوونا ويعطونا الصبر ويعطونا الإلهام ويطالبوننا بالاستمرار في الكفاح وفي النضال، ويحملون أرواح أبنائهم بأعناقنا بأن نسير على نهجهم وبأن نحافظ على دمائهم. والحقيقة دماء كل شهدائنا لم تذهب أدرا، دماء شهدائنا اليوم هي أثمرة نصر وهي أثمرة تحرير، ونحن اليوم نتلمس هذا النصر الذي نشاهده اليوم. في كل يوم هناك أحداث سياسية هي نتيجة الصمود العظيم للجيش وللشعب وللقيادة. فالرحمة لكل أرواح شهدائنا. نرجع لعند حضرتك سيادة المقدم، حكي لنا أكثر اليوم داخل مديرية شؤون الشهداء، كيف يتم التعامل مع المفقود؟ هل في فرق بالتعامل بينه وبين الشهيد؟ هلا التعامل بين المفقود، ما في فرق بين التعامل بين المفقود والشهيد. هناك فرق بسيط بالمفاضلات الجامعية. المفقود يحق لولده فقط دخول المفاضلة، أما الشهيد يحق لشقيقه وولده. أما باقي الحقوق التي يتبوأها الشهيد هي نفسها الحقوق التي يتبوأها زوي المفقود. طيب سيادة المقدم، بس خلينا نتوسع بهي النقطة. ببداية الأزمة صار في حالات خطف كتير وكان في مفقودين كتير، خلينا نقول ضمن مديرية الشؤون، ايمت اليوم المفقود يعتبر شهيد بعد دليل بعد على غيابه؟ المفقود يعتبر شهيد بعد مضي 4 سنوات من فقدانه. يتم اعتباره شهيد بجلب وثيقة حكم عن طريق قاضي الشرعي، ومديرية شؤون الشهداء استحضرت إلى المديرية قاضي شرعي، تأمين ومعاش، مصرف عقاري، لكي يتم تسهيل عمل ذوي الشهداء والمفقودين وقادرين على استصدار أي وثيقة من ضمن المديرية. طيب هاي الوثائق في حال كان المفقود بمكان خلينا نقول انه صار في عملية استشهاد كبرى لكثير من عناصر الجيش، وحتى جسامين ما وصلت لأهليهم، يعني اليوم كيف القاضي بده يقرر انه المفقود هو اليوم شهيد؟ طبعا في عندنا لجان مختصة بتجتمع كل شهرين مرة، بناء على تقارير ووثائق بيبتوا بهذا الموضوع، هل هو مفقود وهل أصبح شهيدا؟ ويمكن يكون عنده المعطيات انه لسه مو مبين انه شهيد، لا يبتوا به بهذا الموضوع بيعتبروه شهيد. ولكن المعامله هي نفسها معامله الشهداء اثناء مده الفقد بالحقوق وبال طبعا بياخذ المفقود ياخذ نفس حقوق ذوي الشهداء. نشكرك سيادة المقدم، كلمة هيك من حضرتك أخيرة لكل حدا مرافقنا بصباحنا بهذا اليوم العظيم. طبعا أنا بحب هذا اليوم العظيم أبدأ حديثي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قول إلى رسل العلم، إلى الشهداء الذي إلى الشهداء الذي أنبتت أرواحهم الزكية، فأغمض الموت جفونهم وأسكت أصواتهم وأوقف دقات قلوبهم التي كانت تخفق بالآمال الواسعة والمجد المنشود والحياة العالية، إلى الذين سالت دماؤهم بالقضاء والقدر، إلى الذين ناموا إلى الأبد وضاقت عن سعة نفوسهم الأرض فالتمسوا سعة في السماء. وهي أنا هيك بختم حديثي، ورحمة كل الرحمة للشهداء والشفاء الكامل للجرحى والعودة للمفقودين إن شاء الله يا رب. يعني بالختام حوارنا معكم بدنا نشكركم كثير، سيادة العقيد الركن علوى عارف العلي، رئيس قسم التوجيه السياسي بإدارة القضاء العسكري، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. وسيادة المقدم وجيه عباس، رئيس قسم التوجيه بمديرية شؤون الشهداء، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بحضرتكم ويعطيكم ألف عافية. تشكر الجهود المبذولة من قبلكم، نورتوا صباحنا لليوم. الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم.